مساء الخير على كل بيشوفونا وبيتابعونا، ويوم جديد وفقره جديده من فقراتنا الطبيه المتميزه وبرنامجكم الطبيب. يمكن في الفتره الاخيره زاد جدا اهتمامنا كلنا بالجمال وبالتجميل، وبقينا عندنا ثقافه عاليه جدا بالتجميل، مش بس بينحصر بين سن معين او سيدات كبار في السن بس اللي بيهتموا، لا بقينا نشوف مختلف الاعمار، كمان بنات من سن 16 سنه ابتدوا جدا يهتموا بالتجميل ويهتموا جدا ببشرتهم. احنا النهارده حاولنا ان احنا نركز في الفقره دي على الاهتمام بالجمال، وازاي نهتم ببشرتنا وازاي نهتم بشعرنا، وكمان ايه اللي مش مناسب وايه اللي مناسب لينا. حاجات كتير جدا واسئله كتيره جدا يا نور هنتكلم فيها النهارده لكل الساده المشاهدين. عشان كده احنا النهارده هنتكلم عن تقنيه جديده جدا في علاج مشاكل الشعر والبشره. التقنيه دي هي البلازما جل. هنعرف النهارده البلازما جل التقنيه الجديده لعلاج الشعر والبشره ومشاكلهم هي عباره عن ايه، ممكن مثلا يكون تاثيرها عامل ازاي، ونتيجتها بتطلع امتى، وبتكون عامله النتيجه دي ازاي. وكمان هنحاول ان احنا نجاوب على معظم الاسئله اللي جات لنا منكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه الطبيب بالعربي، مع ضيفتنا اللي بتنورنا دايما، واحنا بنعتز دايما بوجودها معانا علشان بنتكلم معاها في الحاجات البناتيتي اللي احنا بنهتم بيها دي. ضيفتنا النهارده اللي اسمحوا لي اتشرف بس بالترحيب بيها الاول هي دكتور انجي العزازي، حاصله على ماجستير في الامراض الجلديه جامعه عين شمس، وحاصله على البورد الامريكي للتجميل والليزر، واستشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر، وعضو الاكاديميه الامريكيه للتجميل، وعضو الجمعيه الاوروبيه للليزر. اهلا بحضرتك يا دكتور، نورتينا. اهلا بيك يا دكتوره انجي ومنورانا. يمكن انا بحب الفقره دي جدا، لان طبعا اكيد كل الساده المشاهدين بيستفيدوا منها. احنا في البدايه قبل ما يعني يمكن نور في الانترو قالت ان في حاجه جديده اسمها بلازما جل، وطبعا اكيد كل الساده المشاهدين عندهم فضول يعرفوا ايه، بس قبل ما نتكلم عنها في البدايه حابه اعرف من حضرتك ايه البلازما وامتى بنلجا ليها. طيب البلازما دي تقنيه بقى لها كتير قوي احنا عارفينها، بتسمعي يعني كل شويه حقن البلازما، البي ار بي، البلازما البي ار بي. هي الفكره كلها ان احنا دم بنفسره من المريض او المريضه، بناخد منه الخلايا الجذعيه بتاعتها اللي هي غنيه بعوامل النمو اللي هي هتساعدنا مثلا في الشعر او في البشره او وات ايفر، لكن عمرها ما كانت بتعمل فوليوم، ما تعملش زي الفيلر، ما كانتش اكت از فيلر، لان هي مجرد ان هي بتدي بس تحسن مطاله الشعر لو بنستخدمها في الشعر، بتبدا ان هي تخلي الشعر يرجع ينمو تاني لو في تساقط يعني يقف. هي اذا كده بتستخدم في الشعر وبتستخدم في البشره البلازما العاديه او تدي نضاره تقعد شهر وتروح. لكن الفكره النهارده اللي بنتكلم عليها اللي هي الجل، ان احنا قدرنا نوصل من البلازما دي تبقى كانها فيلر، يبقى ليها لزوجه عاليه، فنقدر ان احنا نحقنها في مكان يعمل فيلينج افكت، نحقنها في وش، في ايد، وات ايفر يعني. فالفكره كلها ان احنا كان معايا فيديو كنت عايزه اوريكم نتفرج عليه ازاي احنا بنطلع البلازما جيل دي وايه اهميتها. يعني ده كان سؤالي الجاي يا دكتور، كنا عايزين حضرتك تكلمينا عن البلازما جيل وايه هي بالظبط وايه الفرق ما بينها وما بين البلازما العاديه، يعني تمام. عايزين بقى الكلام ده كله طيب بالتفصيل. لو بصينا على الفيديو، دي الطريقه العاديه خالص اللي احنا بناخد بيها الدم علشان نحطه في السنتريفيوج او ان هو يصلح عمليه فصل البلازما عن مكونات الدم. دي اللي بتتحسب بتتعمل في البي ار بي عاديه خالص، يعني سحب دم زي اي عينه حد زي اي عينه بنحطها في الجهاز عشان تفصله. اذا المرحله لغايه دلوقتي كده دي مرحله البلازما العاديه. العاديه احنا بنحطها مثلا في نضاره الوش او للشعر في التساقط او لاي حد بيسمعها يعني. جميل. تمام؟ خلاص هنقعد نحطها في السنتريفيوج عشان نفصل من الدم عن البلازما. وبنرجع ان احنا ناخده ونحطه في جهاز تاني عشان يحصل له عمليه تسخين. بنسخن البلازما ليه؟ بنسخنها عن درجتين 70 و90 عشان نبدا نحول حاجه من مكوناتها اللي هي الفايبرينوجين تحول لفايبرين. يعني دي بصي يا مروه ونور، دي البلازما العاديه. هنبدا ان احنا نسحبها، بنسحبها طبعا في السرنجات نحطها في الجهاز ده. هو الجهاز ده بقى اللي بيحول مرحله البلازما العاديه لبلازما جيل. يعني جهاز تاني، مش طريقه تانية حضرتك بتضيفي عليه حاجه؟ لا ما بضيفش عليه حاجه. الجهاز هو اللي ليه الجهاز بيسخن البلازما دي عند درجتين حراره، فيبدا ان هو يحول. وبنقعد العمليه دي كلها بتقعد 20 دقيقه على فكره. بنقعد 20 دقيقه عشان ناخد البلازما جيل دي. تمام. بيسخنها عند درجتين الحراره دي، فبيحول الفايبرينوجين لفايبرين، فبالتالي بتبقى ليها لزوجه عاليه جدا زي الفيلر. وبتعمل زي الجيل كده. بتعمل زي الجيل، وهنشوفها دلوقتي على الايد بعد ما اتعملت حصل ايه. بتقعد قد ايه بقى يا دكتور؟ بتقعد قد ايه في الوش ولا في الوش؟ ولا في طيب احنا لو حقناها النهارده في الوش بتقعد 3 شهور. حلو. لكن لو عايزين نحقنها تقعد سنه، بنعمل 3 سيشن النهارده وبعد شهر وبعد شهر كمان. بتقعد معانا بقى فتره. بصي على الفيديو هتلاقيها عامله، بصي اللي عامله ازاي، دي مش سائل. جل طبعا، باينه جدا. ده جل. فالجل ده حقناه في اي مكان هيفضل قاعد. تمام. حقناه مثلا في حب شباب في حفر هيفضل قاعد، حقناه في ايدين، حقناه في وش هيفضل معانا فتره.
يعني هو يعني دايم يا دكتور ولا ممكن يقعد مدة أطول من المدد العادية المتعارف عليها؟ يعني بس عشان هيبقى فيه confusion. لا، البلازما العادية ما بتقعدش في الوش، تعمل نضارة بس، لكن دي لو عملناها بتقعد 3 شهور في الوش، تعمل فوليوم في الوش. يعني دي مثلا كانت بعد 3 شهور عملنا ايه؟ عملنا الخط اللي هو من بين الانف والفم، وعملنا جميل جدا طبعا، نتيجة هايلة. طيب ليه احنا بنعمل ساعات البلازما جيل ما بنعملش الفيلر؟ انا بقى كنت ده السؤال اللي احنا طبعا اكيد كل الساده المشاهدين اكيد عندهم فضول دلوقتي. هل البلازما جيل ده بديل للفيلر؟ طب بديل للفيلر لو احنا بنتكلم عن الناحيه الاقتصاديه، لان احنا حقنه البلازما الواحده بتطلع 4 حقن بلازما جيل او 5. فاذا انت بتحقني فوليوم اعلى كتير من الفيلر، فايه انت لو بتتكلمي على كوست وايز او التكلفه، تكلفة البلازما جيل ارخص كتير من تكلفة الفيلر. حلو. وحاجة طبعا وحاجة من جسمنا، من جسمنا. ففي ناس بتخاف ممكن تحقنيها على الوش كله، تعملي كونتور في الوش، ده جميل جدا طبعا. فطبعا ناحية السعر دي نركز عليها النهارده، دي فيها ادفانتج، ميزة، ناحية ان احنا بناخد حاجة بتعمل كمان غير انها بتعمل بنحقنها، بتعمل كمان نضارة، بتعمل الفيلر بتعمل نضارة، فدي ميزة البلازما جيل. يعني هي بتعمل نضارة وبتزود مكان، بتعمل ملء، بيبقى برضه بديل. يعني حاجه في ناس برضه بتخاف، يعني انا هخاف احط اي حاجه في وشي، بس دي حاجه من جسمنا طبعا ما نخافش. طب احنا مواد الملء عندنا 3 حاجات، الدهون او الفيلر او البلازما جيل. ده التقنيه الجديده بقى. الدهون هنتكلم على ميزه كل واحده وعيب كل واحده. لو بنحقن دهون، فالدهون دي بتقعد 3 سنين، فاذا الديوريشن اعلى بكتير. لكن الدهون محتاجه عروضه عمليات عشان انفكشن، ومحتاجه انك تحطي دهون كتير قوي في وشك، وتبداي تشوفي نتيجه بعد اسبوعين، الوش بيبقى كبير قوي. ان جسمك بيكسر حبه من الدهون اللي حقناها. ايوه، تفقد منه حوالي 40% تقريبا. فاحنا عشان نبريدكت او نتنبأي بالنتيجه، بتبقي برضو متخوفه جدا ان انت ما تعجبكيش بعد شويه. طيب الفيلر هي بنحط هيالورونيك اسيد وكل حاجه، بس طبعا شويه تكلفه اعلى. البلازما جيل دي حاجه بتتاخد من جسمنا طبعا، حاجه امنه اكتر. امنه اكتر، او هو كله في امان، بس الفكره انك دايما بتبقي الحاجه اللي واخداها من جسمك انت مطمنه لها. لا، خلينا برضو نتفق ان في بعض السيدات والبنات بيخافوا، يعني يقول لك لا انا خاف احط اي حاجه غريبه، انا ما اعرفش ايه، ممكن يكون حاجه امنه جدا. المواد الغريبه بتقلق البنات علشان التفاعلات مع الجسم، ودايما في بنات بيبقى عندها حساسيه، وفي بنات بتبقى عندها هاجس مثلا من امراض معينه، فلما بتكون الحاجه مستخلصه من الجسم، اعتقد ان هي بتدي للواحد راحه نفسيه اكتر. راحه نفسيه اكتر، ومن ناحيه اقتصاديه مهمه جدا دلوقتي. احنا بنفكر في ايه ممكن نعمل كميه كبيره بارخص، يعني ده بيبقى ارخص من الفيلر اكيد. تمام. طيب يعني انا كنت عايزه اعرف بقى، هو بيتحقن ازاي؟ طريقه حقن البلازما جيل ازاي؟ وايه الاماكن اللي المفروض انها تحقن فيها؟ انا عارفه ان حضرتك قلتيها، بس قوليها تاني. طيب علشان الاماكن فيها هي اماكن الفيلر بالظبط، يعني ممكن نعمل تحت العين، ممكن نحقن المنطقه اللي بين الانف والفم، ممكن نحقن التير ترف، منطقه اللي تحت العين، ممكن نعمل خدود، ممكن نعمل ايدين. جميل. الشفايف ممكن؟ لا، الشفايف لا. شفايف اساسا هي مش واخده موافقه خالص انها تتحقن، بس في دكاتره بيحقنوها، بيجربوا لكن لسه ما تبخدتش موافقه. ما فيش اي موافقات. دي مثلا كانت تير ترف لراجل، ورجاله على فكره بتهتموا جدا، يعني فدي من الناس اللي من الحالات اللي حقن فيها بلازما جيل تحت العين، جلستين بقى كويس جدا. يعني طبعا باين قوي كان عنده هالات سودا وتحت عينه مجوف قوي. يعني مجوف. هي مش بس الاماكن اللي هي بتبقى مفرغه او مثلا حوالين، لا ده كمان الحاجات اللي هي بيبقى فيها هالات سودا او بتبقى تعبانه. الهالات عشان هي المنطقه داخله جوه شويه فيها غائره، زي دي كده، زي الصوره اللي واضحه قدامنا. دي قبل وبعد البلازما جيل. جميل جدا. ومفيش كسرات، وشكلها نادر كده وحلو قوي. وممكن تحقنيها كمان في الاماكن اللي فيها حاجات تعبيريه، يعني في الوش، ممكن احقنها في الرقبه، في الديكولتي. جميل جدا. يعني اللي هنا في اي مكان. الخطوط التعبيريه اللي حضرتك ممكن نحقن شويه فيها. حلو. جميل جدا. طيب بما اننا النهارده بقى بنتكلم عن الجمال، وقاعده كده كل اكيد الساده المشاهدين عندهم فضول طبعا ان احنا نتكلم عن البشره، عرفنا النهارده ان في تقنيه البلازما جيل مهمه جدا، وممكن كمان تكون بديله للفيلر للناس طبعا اللي بيكونوا خايفين. خلينا بقى ننتقل لموضوع تاني وهو الشعر. في ناس كتير يا دكتور عندهم مشاكل كتيره في الشعر، وشعرهم بيتساقط، نيجي نغسل شعرنا نلاقي مثلا الحوض قدامنا، ولا مش عارفه ايه، في شعر كتير جدا، ده بيبقى ايه؟ مقلقنا طبعا، وبيخلينا ان احنا نفقد الثقه. خلينا بقى نتكلم ايه الجديد في تساقط الشعر، وممكن نعالج شعرنا ازاي. طب الاول انا عايزه اتكلم على الوقايه. ودلوقتي في فصل الصيف، وكله بيتعرض لحراره عاليه قوي، سواء بالسشوار او سواء بالتعرض للشمس طبعا. فطبعا مهم جدا واقي الشمس للشعر، سبراي واقي الشمس للشعر مهم جدا. قبل ما تعملي سشوار، حطي واقي الشمس بتاعك بتاع الشعر قبل بربع ساعه، بتتعرضي لنزل البحر حطي واقي الشمس بتاعك على شعرك برده، ده مخصص للشعر بس. فدي وقايه. طبعا الانظمه الغذائيه، لو حد عنده ديفكت في حاجه، عنده مشكله في حديد، يعني هنعالج الحاجات اللي موجوده.
طيب ايه اللي بنعمله في العياده غير ان احنا بندي طبعا حاجات في البيت، فيتامين سبلمنتس حاجه زي كده؟ احنا المفروض ان احنا بنعمل جلسات فيها برضو بلازما اللي احنا قلنا عليها العادية اللي بنعملها في الأول دي، فيها حقن الحاجات بتوقف هرمون معين هو يتحول فيعمل تساقط للشعر. فيها كمان نوع جديد بنحطه مع البي ار بي، يعني البلازما كمان بقت ميديا أو بقت حاجة فيها عوامل نمو أو خلايا جذعية عالية قوي، فممكن نضيف لها حاجة تحسن نمو الشعر زي الاي سيل. دي من أكتر الحاجات المعروفة جدا والجديدة خالص في علاج الشعر. طيب الحالة اللي معانا دلوقتي على الشاشة يا دكتور، يا ريت لحضرتك تقولي لنا الحالة دي ممكن تتعالج ازاي، ممكن تعملي معاها ايه علشان تقدر تستعيد شعرها تاني من الاول وفيه. طيب الحالة دي فيها جزء وراثي، صلع نسائي وراثي، فالحالة دي هتبقى شوية عايزة تمشي في طريقين، تمشي اما تتعالج بحاجة سهلة قوي بس لو هي اقل من مثلا 40 50 سنة ولسه هتحمل او لسه هيبقى عندها اطفال، فهنوقف العلاج ده اللي هو المينوكسيديل عشان يطلع الشعر بسرعه. فاحنا شويه بنفضل نعالجها في العياده، نعمل لها بلازما، نعمل لها ايسل، والايسل مهمه جدا في الحالات اللي زي دي. شويه تقنيات تساعدها انها تستعيد شعرها من طبعًا جديد او يحصل فيه انبات من جديد، لان ممكن البلازما لوحدها ما تعملش الشغل شيء. ده فبنضيف لها حاجه اسمها الايسل علشان تدي نتيجه عاليه فيها. جميل جدا. طب احنا دلوقتي احنا اتكلمنا عن حاله زي اللي احنا شفناها عندها مثلا من فرق شعرها او اعتيادها لانها تفرق شعرها في مناطق فرغت. في ناس بقى عندهم اصلا صلع من قدام او عايزين يزرعوا شعرهم، حضرتك النهارده تقولي لهم ايه او زراعه الشعر تكلمينا عنها ازاي؟ طيب احنا زراعه الشعر ليها سلكشن معين للناس اللي بيزرعوا شعرهم، يكون عندهم اصلا كثافه تسمح ان احنا نزرع منها الشعر ده. الكثافه دي دايما بتكون في ورا، هم اللي فارق عندهم اللي هو الجزء اللي قدام اللي دايما بيبقى مفرغ. بس لان طبعا لازم يكون في بروبورشن، مش معقول حد يبقى عنده حبه صغيرين ورا وازرع له يفضى من قدام. فلازم في كرايتيريا معينه. تاني حاجه مثلا حاله زي دي اللي انتوا عرضتها، الحاله دي صعبه شويه، دي الحاله دي محتاجه مرحلتين من الزراعه. لان في جزء كبير بيحصل له هير لوس. احنا في المره الواحده في زراعه الشعر بنعمل حاجه اسمها الاقتطاف، بنقتطف البصيله من مكان منطقه مانحه ما تبقاش متاثره باي هرمون زو يعني المنطقه اللي ورا دي ما بتكونش حامله هرمون الصلع الوراثي. فبنبدا ان احنا نحطها قدام. بس بنزرع في المره قد ايه؟ تقريبا من 1500 2000 بصيله. انا عشان اعمل لحد زي ده توتال كفرج للمنطقه دي انا عايزه جلستين، او ببدا ان انا اخيره، ان انا اقول له احنا لما حد بيبص لحد دايما بيبص على الفرونتال، فاحنا نبدا نزرع الاول اللي قدام يمكن ترتاح نفسيا والشعر يبدا ان هو يملى ويكفر بعضه يعني. طيب هل بقى ممكن البلازما جل يكون بديل لزراعه الشعر للناس لا اللي ممكن تكون خايفه؟ لا، الجل ما لهاش علاقه خالص بالشعر، لا ما نحطهاش في الشعر. يعني البلازما جل ما بتعملش اي حاجه لسعاده البشره بس؟ لا، الجل ده فوليوم، ده احنا بنحطه للبشره ملء. مكان نعمل فيه ملء. لكن البلازما العاديه لوحدها ما تعملش حاجه في الشخص ده. طيب ايه بقى النصايح اللي النهارده لحضرتك تديها لكل الساده المشاهدين ان هم مثلا يعملوها بعد اي حقن، سواء مثلا بعد الحقن البلازما جل او مثلا البلازما في الشعر، ايه النصايح لحضرتك ممكن هم يتبعوا؟ طيب تعرض للشمس بصوره دايركت من غير واقي شمس لا يكسر الفيلر او البلازما او اي حاجه بنعملها بسرعه. البوتوكس يتكسر بسرعه، يعني دايما الناس اللي بيتعرضوا للشمس بصوره مستمع. لو جبتي عيان اثنين واحده بتتعرض للشمس وواحده لا، اثنين حقنين في نفس اليوم، مين ترجعي تحقن لها اسرع؟ اللي بتتعرض للشمس اسرع. لكن اللي عامله بروتكشن ما بتتعرضش دايما بتحقن على مدى ابعد. حضرتك برضو قلت حاجه مهمه جدا ان السان بلوك او الواقي للشمس بقى للشعر، عشان طبعا احنا في الصيف وفي بقى للشعر كمان ده برضو بيحافظ على الشعر. طبعا احنا واقي الشمس مش للشعر بس، للشعر للشفايف، ان دي بتحصل تصبغات. حاجه جديده اول مره بس. لا، في واقي شمس للشفايف او ممكن نحط بتاع الوش على الشفايف عادي. تمام، والله كويس جدا يا دكتور. ما احنا بقى هندخل في اسئله الفيسبوك لانه في ناس كتير قوي بعت لنا اسئله، ويا رب نلحق ان احنا نجاوب عليها. اول سؤال معانا منا بتسال، هل ازاله الشعر بالليزر ليها اي اضرار على البشره؟ والمراه الحامل ينفع انها تعمل ازاله شعر بالليزر في فتره حملها ولا لا؟ على فكره دكتور في ناس بتقول ينفع وفي ناس بتقول ما ينفعش، فيا ريت تفصلي لنا بقى المشكله. طيب هو علميا ينفع. لكن احنا لا، انا ما بحبش اعمل خالص فتره الحمل لان الهرمون بيبقى فيه اختلال.
فالست الحامل دي شكلها اصلا بيبقى متغير، هرمونها بيبقى شكلها، حتى لو حامل في ولد بتلاقي شكلها متغير قوي. ممكن الشعر يقل يا دكتور لوحده بعد الولاده صح كده؟ بيقل لكن التستوستيرون موجود اللي بيفرزه اللي بيبقى موجود للبيبي او الاختلال الهرمون ده بيخلي لك النتيجه دايما مش زي ازاله الشعر عادي. هي حتى كمان الحامل في ولد بيبقى الهرمونز بتاعتها اصلا مختلفه تماما. فدايما لا بوقف فتره الحمل، مش عشان هي خطر، لا عشان هي انا مش هوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. ده كان سؤال منا. يعني هي ما ينفعش. طب هي كانت بتقول برضو هل لي اضرار على البشره ولا لا؟ لا، الليزر بدل ليزر سيف ما فيهوش اي مشكله، يعني ليزر مش اي بي ال، مش عميد ضوء يعني، فاكيد ما لهوش اي اضرار. طيب. تاني حاجه اللي بيستخدم الليزر يكون برضو عارف يتعامل مع اي نوع من انواع البشره. اوكي تمام. في بقى سيده بتسال بتقول انا عندي 28 سنه، ظهرت عندي بعض التجاعيد في وشي وبيبان جدا تعبان دايما، وشها مجهد وبيل كده دايما. فبتقول انا عايزه اعمل بوتوكس لعلامات التعبيريه او للحركات التعبيريه في الوش، هل الجلسات دي بتكون مؤلمه وازاي يا دكتور بيتم الحق؟ البوتوكس مش مؤلم خالص. 28 سنه دي صغيره قوي، بس عضلاتها شغاله بسرعه، يعني دايما احنا بنقول في ناس بيظهر عندهم التجاعيد بدري. ما هل في سن للتجاعيد الحركيه؟ لا مفيش، لانه في ناس طول النهار بتتكشر او بتضحك كتير، فدايما بيبقى عندهم الخطوط دي تظهر يعني. البوتوكس بقى في المعتدل يعني، ولا نضحك. ما في ناس بتبقى خايفه فعلا وبتقعد ما بتعملش اي تعبيات عشان خايفه تعجز، بس البوتوكس سهل جدا، هو بيتحقن في كام عضله كده معروفين وبابره انسولين صغيره، مفيش اي وجع خالص. جميل. طيب كمان في سؤال تاني من سلمى بتقول انا عندي تاتو من حوالي، عامله تاتو من حوالي 5 سنين وعاوزه اشيله وخايفه، هل ازاله الوشم بتسبب اي الام وممكن الوشم يسيب اثر ولا لا؟ بيسيب في الم طبعا، بنحط بنج طبعا كويس قوي قبلها موضعي. لو عملنا الجهاز من غير بنج طبعا في الم. بيأثر بيسيب اثر؟ لا، هو بياخد وقت. يعني في ناس بتتخيل ان هي من جلسه او جلستين، لا، وحتى بعد الجلسه بنقعد شهر على بال لما ناخد النتيجه. واضح بقى في الصوره اللي قدامنا ان التاتو اصلا يا دكتور ملون، يعني في بينك وفي ازرق وفي مش عارف ايه. علشان كده دايما بيبقى عندنا نوعين من الليزر عشان تشتغلوا على الالوان. يعني جهاز واحد ما بينزلش اللون، هو جهاز واحد بس ممكن بنغير المود بتاعه. علشان كل لون ليه ليزر معين، كل فور بتاع ليزر مختلف. جميل جدا. طيب في حد بيسال بيقول انا عندي حب شباب لكن دلوقتي مشكلة دي اتحلت، ولكن حصل بعض الندبات في وشي، يعني بعض البقع، يا ترى ممكن تتشال ازاي؟ وهل الوجه بعد كده او الوش بيكون طبيعي وما بيسيبش اثر للندبات دي ولا لا؟ طيب احنا عندنا انواع كتير من الندبات، اسوأها حاجة اسمها الايس بيك سكار، دي حفر بشكل معين. بنعمل كذا حاجة، يعني مش كل حالة بتستجيب زي اللي بعدها. ده بقى يا دكتور في الصورة وده بنشوفه كتير قوي. هو لون وحفرة الاثنين مع بعض. في ممكن نعمل فراكشنال ليزر، ممكن نعمل البلازما جيل اللي قلت لك عليها لانها تملى، طول ما هي ندبه عميقه فممكن نعمل حاجه نحقنها فتحسن الخلايا وتبدا ان هي تعمل تصحيح كمان مع الليزر. فبنعمل حاجتين، يا اما فراكشنال ليزر يا اما بلازما جيل، يا اما كمان ممكن نعمل ديرما بين. في كذا حاجه ممكن تروح بعد قد ايه يا دكتور؟ او ممكن تتخلص؟ عايزه وقت 6 شهور على الاقل. بس بتروحوا يعني 6 شهور برضه مش كتير قوي. جميل جدا. طيب السؤال اللي جاي يا دكتور من مها بتقول انا عندي هالات سودا غامقه جدا ومش وراثيه، وحاولت اعالجها بطرق مختلفه بس برضو النتيجه واحده والغمقان موجود، يا ترى ممكن يكون ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل حاجه تكسر اللون دوت. مش شرط كل حاجه فيها وراثه، لا، ممكن يكون عندها انيميا، ممكن يكون عندها حاجات تانية. احنا بنحقن حاجه تكسر اللون اللي تحت الجلد ده، ونعمل وممكن نعمل حبه فيلر طبعا. وده سحري، الفيلر تحت العين ده سحري في الهالات السود. طب وبلازما جل مش معانا في ال؟ بنحقنها احنا، شفنا بنحقنها طبعا. طيب انتي مركزه يا نور؟ شفتي يا دكتور؟ شفتي انا شاطره ازاي؟ جميل جدا. في عندنا سؤال تاني بس يا دكتور الوقت طبعا خلص بسرعه، احنا ان شاء الله نستكمل اسئلتنا في وقت تاني. كانت منورانا النهارده من داخل الاستوديو دكتور انجل عزازي، ماجستير الامراض الجلديه جامعه عين شمس، وايضا حاصله على البورد الامريكي للتجميل والليزر، وايضا استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا، واحنا بنيجي انت حضرتك بتيجي احنا بنستغلك على طول. المعلومات القيمه اللي حضرتك بتديها لنا وبتديها لكل الساده المشاهدين. بصراحه يا دكتور احنا كنا عايزين وقت اكتر من كده، علشان على الاقل الاسئله اللي معانا كنا نستفيد احنا من الاجابات احنا كمان. ميرسي لحضرتك جدا يا دكتور. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.